الصعيد كلكم عارفين ان معظم مدن الصعيد النهارده في ادفو في 3 قرى تشيعت بالكامل. في مساجد للشيعة اصبحت موجوده في اسوان وفي ادفو، في مساجد للشيعة في قنا. فاحنا ان شاء الله من خلال رحلات قناه امجاد وبرنامج انسان بتقديم المساعدات العينيه والماديه لاهل الصعيد ان شاء الله هنقوم معاهم بدور قوي ان شاء الله هتلحظوه في محاربه التشيع في الصعيد وفي مدن الصعيد. فان شاء الله انتظرونا مع قناه امجاد ومع برنامج انسان.